بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو يشرح لنا بند 1.7 Modern Logical Consequence with Binary Variables. عندنا الحالة هنا عادة السيتويشن اللي عندي قدامي هنا عادة يحصل بالماثماتيكال بروجرامينج بروبلمز. لو انطونا كونسيكرينس اثنين قيدين عندي هالشكل هذا دلالة متغيرات هذني، عندنا عدة حالات راح تحصل. يا أما عندنا القيدين اثنين هم يتحققن، أو واحد من عندهم على الأقل يتحقق بالشرط either or، أو إذا الأول يتحقق فالثاني يجب أن يتحقق. هاي طبعا في حالة شنو logical constraints، أنا قاعدة أحكي القيود المنطقية، شلون أنا عندي عبارات منطقية وأريد أكتب الموديل مالتها. يا حالات تواجهني هاي الحالات الثلاثة، شلون راح أتعامل وياهن؟ على مود أولد المنطقة الفيزيبل بالنسبة لي بالشكل الصحيح. نرجع على أول حالة اللي هي both constraints. إذا كان عندي القيدين يتحققن سويا فما عندنا أي مشكلة، لأن أغلب الأوبتمايزيشن سوفت وير تقريبا صممت للتعامل مع هذا النوع من القيود. إذا كان عندي مجموعة من القيود فكلهن يتحققن. إذا كان القيد مالتي من النوع either or معناها واحد على الأقل يتحقق، قد يكون واحد أو قد يكون اثنين يتحقق. أنا إيش أريد؟ أريد جارنتي إنه على الأقل بالفعل إنه واحد من عندهن يتحقق، أريدهن سوية. فش نسوي؟ ناخذ القيدين وأخذلهن عدد كبير موجب ك باوند أبر باوند إلهن، حد أعلى إلهن. هنا أنا أم 1 للإف كتبت أم 2 للجي. وراح أعرف لهن فد باينري فيريبلز Y1 وY2. الواي 1 أربطه بالقيد الأول والواي 2 أربطه بالقيد الثاني. خلني نجعلها مثلا هنا واي سب اي، احنا سميناها الواي سب اي، تاخذ لي واحد اذا كان القيد هذا امبوز للموديل، اذا خليته يدخل بالنموذج وياخذ صفر اذروايز. على مود احنا قلنا جارنتي انه واحد من عندهم لازم يتحقق، لازم اخلي حاصل جميعهم اكبر او يساوي واحد. هسه اذا هذا واحد تحقق الشرط، إذا هذا واحد هم تحقق، إذا اثنين هم واحد واحد اثنين هم دخلن بالموديل راح يكون أكبر أو يساوي واحد. هسه عندي مشكلة راح تواجهنا شنو؟ شلون راح أربط هذا الباينري فاريبلز اللي أنا هسه أوجدتهن هنا أنا قدمتهن هنا أنا أربطهن بمن؟ بهذا القيدين الأصليات مالتي اللي هنا. راح اقدم بهالشكل هذا، اربطهم بهالشكل هذا. القيد الاول اضربه بواحد ناقصا y1، والقيد الثاني اربطه بالقوس واحد ناقصا y2. اذا كان y1 يساوي، راح احكي على القيد الاول، اذا هذا ياخذ y1 واحد راح يكون شو اسمه الاف اقل يساوي صفر، واذا اخذ صفر راح يكون اقل يساوي واحد. اذا اوكي ما عندي مشكله. هسه على مود اثنين هن يتحققن، بس كل واحد من عندهن حتى الواي اثنين هنا اذا واحد تجي اقل من الصفر او يساوي صفر، اذا صفر اقل يساوي ام اثنين. اذا ما عندي مشكله بهن، بس على مود اثنين هن اربطهن، وعلى مود هنا احول ترانسليتد هنا القيد اللي هو either or الى مجموعه من القيود بحيث تتحقق which have to be satisfied simultaneously معا، يتحققن معا. اكتبهن بهالشكل هذا، هذا النموذج مالتي راح اكتبه. هنا الاف كتبتها، الشرط الثاني كتبته، هنا عملية جمع الواي 1 والواي 2 اثنين سويته واحد، إضافة إنه الباينر اثنيناتهن الفاريبلز هن ينتمي للصفر واحد، انكتب بهالشكل. طيب إذا كان أنا عندي مجموعة من القيود، خلص عندي أم من القيود، هياتهن اف سب جي سب جي أقل من الصفر، المجموعة من القيود، على الأقل ذني لازم شنو؟ كي من عدهن لازم يتحققن. كي من عندهم هي صحيحة، فراح ينكتب بهالشكل. الشرط الأولاني يعني هنا مو كان عندي اف 1 أقصد العفو اف وجي، فهنا هذا بدل ما أقول اف جي ورا والاف وجي، شي جي عندنا
خلينا نقول ال واي زد، بدل ما نكتب مجموعه القيود بهالشكل لا، اعطي قيد عام، هذا جنرال كونسترينت، حيث الجي من الواحد للام. واحنا مو كان عندنا قيدين، قلنا واي 1 زائد واي 2 اكبر او يساوي واحد على مود على الاقل واحد من عندهم يكون يتحقق. هنا حاصل جمع كل الواي اللي عندنا اللي قدمتهن هنا أنا، ويا كل قيد حطيت فاريبل واي، كلهن حاصل جمعهن اكبر او يساوي كي الاقل، لان اريد على الاقل كي من الكونسترينت تحققا، والواي تنتمي لي الى 0 1 اس الان باينري، هذا شو اسمه الان. هسه اذا اجي على if then constraint، الاف then constraints هذا يقول لي اذا كان الشرط هذا تحقق فهذا يتحقق. بس انا هنا معناها احتمال، اذا هذا ما تحقق معناها احتمال هذا لو يتحقق لو ما يتحقق. اريد اخلص من الحاله، اريد هنا هذا الاف اقل يساوي صفر قيد اذا تحقق او ما تحقق، اريد القيد الجي يتحقق. فش راح اسوي؟ راح احوله، تذكرون احنا ماخذين بالمحاضره السابقه بالفيديو الاول او الثاني، قلنا اذا كان عندي ال جسم الحادثه اعتقد اي 1، اذا حصلت تعطيني الحادثه اي 2، اقدر اخذ النيجاتيف مال الاي 1 اور اي 2. فهسه راح اخذ النيجاتيف مال هذا القيد هياته، فاعتيادي لانه اقل او يساوي صفر راح يصير هنا اكبر من الصفر، اور هذا القيد نزلته. إذن هسه حولت الشرط مال الاف ذن الى شرط شنو؟ ايذر اور، صار عندي شرط ايذر اور. إذن لازم اشتغل هسه اكمل بالطريقه اللي سويتها قبل شويه. لا تنسى هسه انه شنو احنا عندنا، عندنا هذا الشرط ترجمناه بهالشكل هذا خليناه ما ننسى. اجي هسه اثنين هنا اعرف لهن أعداد كبيرة موجبة، واحد سميته small m1 والثاني capital m2. هسه الأولاني اللي كان أكبر من الصفر راح يصير أكبر من ناقص m، هذا هو مدام أكبر من الصفر معناها يكون أكبر من عدد عدد سالب، وعندي g أقل أو يساوي من هذا العدد الموجب m. المتغيرات اللي راح هنا هسه أقدمهن، ال y1 تاخذ واحد إذا الـ f أكبر من الصفر، تاخذ صفر إذا أكبر من ناقص M، واي 2 تأخذ واحد إذا أقل أو يساوي صفر، تأخذ صفر إذا جي أقل يساوي من M 2. هسه شلون راح أربط المتغيرات الواي بهاي هنا أنا بالقيود الفور؟ شلون راح أربط المتغيرات واي 1 وواي 2 الباينري فيربلز بالقيود الأعلى؟ أربطها بهالشكل، أقول الاف اكبر من ناقص ام حاصل ضرب بواحد ناقص واي 1، والجي اقل يساوي من ام بواحد ناقص واي 2، واكمل بهالشكل. شلون بسوي النتيجه الساعه بالضبط؟ هسه نجي هذا شلون راح يتحقق، احنا المهم عندنا يتحقق. راح شوي بس اصغرها على الشرح يبين. اذا كان عندي نرجع على القيد الاول من كان احنا كان يعني شنو اسمه، كان اف اقل يساوي من صفر، إذا كان هذا عندي متحقق فمعناها الواي 1 ايش قد راح يكون؟ راح يكون صفر، تعوض هنا من الصفر، شو يصير هذا؟ يصير أكبر من ناقص ام، وراح يكون عندي هذا، راح يكون عندي هذا هنا إذا هذا صفر، هذا راح يكون إجباري واحد، عمود واحد يساوي واحد، إذا إذا الواي 2 أخذ واحد أعوض هنا، شو يصير عندي هذا؟ يصير الجي أقل يساوي من ام 2، بالتالي شنو معناها جي اقل او يساوي من الصفر. اذا اخذت الحاله الثانيه انه الاف اكبر من الصفر انه ما يتحقق، النيجاتيف مالته خلي اخذه، اذا اخذت النيجاتيف مالته معناها انه الواي 1 راح يساوي لي واحد، اذا الواي 1 هنا ساوي لي واحد الواي 2 هنا راح تكون ان ريستريكتد، راح تعطيني صفر وراح تعطيني واحد. من اجل هنا انا اريد اعوض هنا هاي، اعوض بها ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي جي اقل من، اذا احطها واحد جي اقل من ام، احطها العفو الصفر اقل من ام 2، اذا واحد راح تكون اقل من الصفر. الجي هنا لما هي اقل من الصفر معناها شنو؟ سالب الجي اقل من الصفر معناها الجي هو سالب هنا،
زين مو نقدر نضرب اشاره سالبه، اضرب بالسالب راح يكون جي اكبر من الصفر. فعندك حالتين راح هنا راح يتحققن، مدام هنا الواي 2 ان ريستريكتد راح يكون عندك الجي اكبر من الصفر متحقق والجي اقل من الصفر متحقق، اللي انا قلت ذيك الساعه مي اور مي نوت يتحقق. مو قلنا اذا جسم الاف ما يتحقق، ارجع لهنا انا احكي، مو قلت هذا اذا ما تحقق احتمال هذا راح يتحقق لو ما يتحقق، هنا انا الحكي يتحقق لو ما يتحقق. فهسه هذا اذا ما تحقق ايش قلت انا؟ قلت الحالتين راح تتحقق. شوف قاعد تقول واي 2 هنا ان ريستريكتد، فعندي الحالتين ار بوث بوسيبل، الحالتين راح يتحققن. وهذا انا الشيء اللي اريده، اريد انه الاف اذا يتحقق فجي تتحقق، واذا ما تحقق زين لانه مشروطه باف دين، فهذا اثنينهم بالحالتين راح يتحقق، الحالتين بوسيبل انه تتحقق. عليه الكتاب هذا النموذج مالتنا شبي صحيح. اذا البوث نرجع عليهن هياتها من فوق، البوث اند ما عندي مشكله يتحققن، الاور الايدر اور العفو كتبناه على شكل فورمولا يتحقق اثنيناتهم. الاف ذن حولته للشرط ايذر اور وكتبته بدلالته وحققته. بهالطريقه هذا نقدر نكتب النماذج، نقدر نكتب نموذج موديل متكون من لوجيكال كونستريتس قيود منطقيه، واسطة شنو استخدمنا؟ باينري فاريبلز اللي قدمناه اللي هو y sub i. شكرا جزيلا، واي سؤال اذا عندكم تقدرون تسألوني.